متتبعي قناتي التربوية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وتاريخ الاكتشافات العلمية. قصة اليوم مع تاريخ الطيران، فترة الأساطير وحلم الطيران. إن الطيران حلم كان يراود الإنسان منذ الأزل، فقد انبهر الإنسان بالطيور وانبهر بتناسق أجسامها وخفة حركاتها وامتلاكها للسماء. إن المصريين القدامى أبدوا رغبة جامحة نحو الطيران، وقد رسم فرعون وهو يحلق بجناحين، كما كانت بعض آلهة المصريين مجنحة. وقد أبرزت أساطير الإغريق العديد من الشخصيات والكائنات المجنحة كذلك، كما أن الأساطير الأوروبية امتلأت بالساحرات التي تطير بالمكنسة. أما فيما يخص التراث العربي، فقد أوردت الأساطير قصص طيران ماري بالمصباح وبساط الريح في قصة ألف ليلة وليلة. فترة الطيران المجنح، كان الصينيون القدماء ماهرون في صناعة الطائرات الورقية الشراعية، وقد صنعوا في القرن السادس مناطي طائرة محملة بفوانيس لإلقاء الرعب في جيوش أعدائهم. لكن يعتبر عباس بن فرناس الذي كان رياضيا ومهندسا وفلكيا في الأندلس أول مسلم حاول الطيران في القرن التاسع الميلادي، وقد صنع آلة تتكون من أجنحة كبيرة من الحرير وريش الطيور، قفز بها من مئذنة بقرطبة، طار لمسافة، لكن عند هبوطه انكسرت آلته وتأذى ظهره. وفي القرن الخامس عشر عبر ليوناردو دافنشي عن حلمه بالطيران من خلال تصميم طائرة الأورنيوبتر، وهي طائرة ذات جناحين خفاقين مثل أجنحة الطيور، لكنه لم يقم بأي محاولة للطيران. لكن في عام 1680 أثبت العالم الرياضي الإيطالي جيوفاني بورلي استحالة أن يطير الإنسان عن طريق رفرفة الأجنحة، ومن حينها توقفت محاولات الطيران المعتمدة على عضلات الإنسان، وبدأ التركيز على الاعتماد على قوة الآلات للتحليق في الهواء. فترة محاولات الطيران الآلي، لقد بدأت أولى محاولات الطيران الجاد أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا، وذلك باختراع البالونات المملوءة بالهواء الساخن والمجهزة بسلة لنقل الركاب. وقد استعملت البالونات بشكل فعال في عدة حروب للاستطلاع ومراقبة تحركات العدو خلال المعارك. ثم اخترعت المناطيد واستعملت على نطاق واسع للنقل الجوي المدني والتجاري في القرن الثامن عشر. وقد تم ابتكار المنطاد المعروف بالسفينة الهوائية في القرن التاسع عشر، حيث زود هذا المنطاد بمحركات ومراوح فأصبح أسهل قيادة من البالون الذي كان من غير الممكن التحكم في خط سيره. لكن حادثة احتراق المنطاد الألماني هيدنبورغ المشهور كانت نكسة كبرى في الطيران بالمناطيد. وقبل نهاية القرن التاسع عشر تم ابتكار الطائرات الشراعية التي تعتمد على الطيارات الهوائية في تحليقها، لكن قيادة هذا النوع من الطائرات كانت أمرا عسيرا، بالإضافة لكونها غير مؤهلة لنقل الركاب، فلم تكن بذلك وسيلة عملية من وسائل النقل الجوي. فترة الطيران بواسطة طائرات ذات محرك، لأول مرة في التاريخ وفي يوم 17 سبتمبر 1903 تمكن الأخوان الأمريكيان أورفيل وويلبير من صنع أول طائرة تحلق بواسطة المحرك، وكانت أعجوبة زمنها.
بعد نجاح الإخوان رايت، استمر المخترعون والطيارون في العمل المتواصل لتحسين تصميم الطائرة، وكل عام كانت تقريبا تصنع طائرة أكثر سرعة ولمسافات أكثر بعدا. فترة الطيران العسكري. خلال الحرب العالمية الأولى استعملت الطائرات على نطاق واسع للاستطلاع وإلقاء القنابل مثل طائرة نيوبورن 11 الفرنسية. أما خلال الحرب العالمية الثانية شهدت صناعة الطائرات طفرة هامة باختراع المحركات النفاثة، مما أدى إلى زيادة في سرعة الطائرات وسرعة مناوراتها أثناء التحليق وسهولة الإقلاع وسهولة الهبوط. وقد استعمل الألمان والأمريكان هذه الطائرات لتدمير مراكز العدو بكثافة، وأصبحت القوة الجوية حاسمة في المعارك. وخلال الحرب العالمية الثانية صنعت ألمانيا الصاروخ العمودي الإقلاع. فترة ازدهار الطيران المدني. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية توسع الاستعمال التجاري والمدني للطائرات، وتعددت شركات صناعة الطائرات. في بداية الخمسينات بدأت طائرات السفر الجوي في رحلات يومية لعبور المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا. مع نهاية الخمسينات أصبحت طائرات الركاب النفاثة تؤدي دورا هاما في تقريب جميع الدول. فترة غزو الفضاء. في سنة 1962 تمكنت رحلة صاروخ أبولو 11 من نزول أول إنسان على سطح القمر، كما تم تصنيع مركبات فضائية للسفر خارج الغلاف الجوي واستكشاف الكواكب البعيدة مثل المريخ. كخلاصة متتبعي قناة التربوية، إن التقدم العلمي والتقني قد ساهم في تحسين أسلوب الحياة ورفاهية البشرية بدون شك، لكن للأسف كل هذه الاختراعات كانت لدوافع حربية وسباقا محموما نحو التسلح والسيطرة على العالم وتدمير الشعوب الضعيفة، فأصبحت هذه الاختراعات نقمة على الإنسانية. متتبعي قناة التربوية، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. موعدنا مع قصة اكتشاف علمي أخرى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.